ارجع لكم مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء، ولسه مكملين مع حضراتكم. الحقيقه في موقف ممكن يعدي على كل واحد فينا، حد قريب منه يتعب فجاه، او اوقات الواحد بيقف قدام الحاله عاجز فعلا عن ان هو يساعده مهما كان عنده خبره، مع انه مش بس ممكن يساعده، هو ممكن بجد ينقذ حياته. اوقات اللحظه بتفرق، وتفاصيل كتير قوي في الحركه ممكن تفرق. هنتكلم النهارده عن ايه هي اهم الاعراض اللي ممكن تحصل للناس اللي لازم في الحاله دي ان احنا نتوجه على طول للمستشفى مش للصيدليه، وده يمكن الكلام اللي انا كنت بتكلم مع ضيفي العزيز فيه. الاعراض دي مهمه جدا، مهما انت كنت فاكر ان انت فاهم، لا، ان انت تبقى واعي اكتر من كده. احنا للاسف في مصر ناس كتير قوي ما عندهاش علم بايه هي الصحه، ازاي اخد بالي منها، يعني ايه يكون واحد عنده صداع او قلبه او ناحيه اليمين من جسمه بتوجعه، او ناحيه الشمال، او لما يكون عنده جفاف. الحاجات دي مش اعراض بسيطه او سهله، الاعراض دي اعراض كبيره ومهمه، وممكن لو لحقنا البني ادم نقدر ننقذه، ولو تغاضينا عنه او افتكرنا ان احنا يعني البني ادم ده دي شويه جفاف وخلاص، ده شويه صداع وخلاص، ده شويه الم وخلاص، او مغص وخلاص، ممكن فعلا يروح منا. النهارده هنتكلم عن الاعراض دي، النهارده هنتكلم عن ازاي نقدر نسعف الناس، مش بان احنا نعالجهم، لكن بان احنا يعني نعمل حاجات بسيطه نقدر نوديهم المستشفى في اقرب وقت، وزي ما بقول كده مش الصيدليه. النهارده منورني في الاستوديو دكتور عزيز جدا عليا، وهو دكتور شريف الشباسي، دكتور امراض الباطنيه والجهاز الهضمي بجامعه عين شمس. يا دكتور شريف مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام، كله كويس. الحقيقه دكتور احنا كنا شفنا مشهد من فيلم اسماعيل ياسين، عشان بس يعني الاول نبتدي برضو بطاقه ايجابيه، وهي فكره ان في ناس ممكن زي ما كنت بقول في اعراض نجري بيها على المستشفى، وفي ناس بتبقى أعراض تمثيلية بيبقى الواحد مش عارف يتعامل معاه ازاي. فالأول نفرق ايه هي الأعراض اللي ممكن واحدة ست تمثل على جوزها مثلا، أو فعلا الست دي تعبانة. بص، خلينا نتفق إن كده كده مفيش حاجة اسمها أعراض مهمة أو أعراض أهم من أعراض تانية. مفيش حاجة اسمها أعراض نتجاهلها أو يبقى ملهاش لازمة، تمام؟ الفكرة بكل بساطة إن أي عرض إيكوال إن المريض تعبان until proven otherwise، أو بمعنى أصح حتى إثبات إشعار آخر، تمام؟ أول حاجة المفروض إن الأهل يعملوها عدم طبعا الاستهانة، أو بمعنى أدق إن إحنا ما نفكرش إن لا ده بيمثل أو ده ما عندوش حاجة أو ده دور برد عادي أو الكلام ده كله. لو جينا قسمناها هنقول إن في حاجات أو بمعنى بداية من فوق لتحت. أول حاجة صداع لمعظم المصريين، مش صداع هيروحوا خلاص. طبعا الكلام اللي احنا بنسمعه ليس في ثلاث ارباع بيوت المصري، ده طبعا كلام مش مظبوط خالص. صداع من سكته دماغيه او جلطه او تاني حاجه وارد تكون في المخ، هيؤدي لمصيبه. يعني كل حاجه يعني في مصيبه بتحصل من الصداع اللي احنا بنستخدمه. الحاجات دي طبعا لازم نبتدي
قمر حضرتك قصدي نوع صداع مختلف يعني لازم نفك الليست انا في اول تمام طبعا عارف الصداع اللي بيجيلك عامل ازاي عمره ما هيشتكي اهله ابني خد بالك برضه انا اشتكي لاهلي اختي ابني والدتي طب هنا انا بصدر قلق بعملهم قلق واحد مش حابب ان احلى بالقلق اللي هتقف في حالات حابب اصدر قلق ففكره ان انا اشتكيت ايكوال ان فعلا في حاجه موضوع لازم نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط تمام نزل على مستوى الراس بنتكلم على الصدر دي من اهم الاعراض تمام حصل ان حد انا حاسس ان في طوبه محطوطه على صدري ودي بتبقى اكتر جمله بنسمعها من المريض حاسس كان حد مديني بوكس على صدري او حاطط طوبه على صدري فاتنفس بصعوبه وجع في صدري حزام وجعني لافف على صدري ظهري الكلام ده كله ما ينفعش نستخدم بيه خالص طبعا الصدر ليها كذا حاجه وارد ان ممكن يكون جلطه في القلب وارد يكون كسور في وظائف القلب لازم طبعا مبدئيا قد ايه ننزل انا بس القلب as soon as possible على قد ما نقدر بسرعه طب ساعات كتير يقول لك اصل ده anxiety او panic attack عشان تسمع كلام ايوه ده اللي انا عاوز اوصله برضه ان متعود البني ادم ان هو الاستريس ساعات شويه يحصل في حياته في دون نوبات الحرقه دي او الانكزايتي الانكزايتي متعرف عليها ان ضربات القلب بتبقى عاليه جدا ان هو بيبتدي يعرق ان هو بيدوخ حاجات كده يعني ما هو ده برضو بس زي ما بقول لك احنا دايما في الطب صح المفروض نستبعد اي حاجه خطر وبعد كده نتكلم في اي حاجه تمام احنا دلوقتي ماشي اوكي ده وارد يكون انكزايتي اتاك في ناس تقول لك لا دور برد في صدره انا اقول لك دور برد في معدته طبعا في الاطباء مشكله يعني ما ينفعش انا راجل دلوقتي يا دارس طب يا مش دارس طب لكن فكره ان انا اصل انا ابني التاني جاله نفس الاعراض من اسبوع فده عدى ده مين قال لك؟ هيك فاهم قصدي ايه؟ لا طبعا دي ممكن مصيبه وملهاش علاقه بالسن بنشوف جلطات في سن 20 سنه وفي سن 25 سنه وفي عز الشباب والله يا دكتور انا لسه احد من اصدقائي ربنا يقوم بالسلامه جاله جلطه في مخه وما لحقوهاش لان هو كان فاكر ان هو بيهرج يعني فاكر ان هو اكيد ده حبه صداع وخلاص وهيروح وتعب وكل حاجه لا ده ارهاق خلاص ما عرفوش ده جلطه بسبب ان هو راح متاخر للاسف دي اثرت على وظائف ما انا بقول لك هي للاسف دي ثقافه احنا محتاجين نتعلم عليها محتاجين توعيه كتير قوي من كل الجهات مش بس من كل الجهات الطبيه لسه هقول لك من المريض ومن الدكتور الحقيقه بس من المريض حاجات ومن غريبة. الدكتور ومن التمريض ومن العامل حتى عامل كاتب الاستقبال اللي في المستشفى اللي هو بيستقبل اول واحد المريض عشان يسجل اسمه دي بتفرق يعني بصي هي منظومة كاملة. دي طبعا كلها لازم توعيه خلينا نرجع للمعلومات اللي ممكن المشاهدين يستفادوا منها فكره زي ما كنا بنقول احنا وصلنا للصدر مستوى الصدر ده طبعا اول حاجه ان احنا لازم نستبعدها وجود لا قدر الله جلطه في القلب او وجود اي مشكله ليها علاقه بوظائف القلب تمام بنيجي بعد كده السكند اوبشن الحاجات اللي بتتعب الصدر قوي ممكن يكون التهاب في عضلات الصدر زي ما حضرتك عارفه عضله التنفس دي اكتر عضله بتبقى شغاله على مدار اليوم لان احنا بنتنفس على مدار اليوم فهي تعتبر عندنا نقطه ضعف او ويك بوينت اي حد جاله بكتيريا فيروس اي حاجه من الكلام ده كله دور برد حتى عادي بيجري على اكتر ويك بوينت في جسمك اكتر نقطه ضعف في جسمك وبيهاجمها فطبعا كان فعلا بيبقى فيه التهاب جامد قوي في العضلات دي فمجرد ما انت بتتحركي صدرك لمجرد ان هي تتنفس طبعا بتعمل الم جامد قوي ده انا اللنجز نفسها او الرئه نفسها مش عضله زي القلب العضلات تبقى اللي حواليها اللي هي في الريبز او في بالظبط العضلات اللي هي بتبقى بين العظم والكلام ده اللي هي بتتحرك وطبعا دي بتدي نفس الوجع تقريبا طبعا بتاع المشكله اللي هي لو لا قدر الله في حاجه في القلب في حاجه ثالثه طبعا فيري كومن حاجه يعني موجوده كتير جدا 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 وطبعا بسبب الاسترس اللي احنا عايشين فيه بسبب نوعيه الاكل اللي احنا بناكلها بسبب قله الرياضه بسبب التدخين وهي التهاب جدار المعده طبعا التهاب جدار المعده دي حاجه موجوده عند تقريبا 70% هنقول تقريبا 70% من الشعب
بتدي كل الناس فاكره ان مجرد التهاب جدار المعده يساوي حموضه وحرقان في الصدر، او ممكن يعمل وجع في الصدر فعلا. احنا بنسميه عندنا اتيبيكال تشست بين، او بمعنى صح ما بيبقاش وجع زي وجع اللي هو الصدر بالظبط، بس في نفس الوقت لوكلايزد او يعني بالظبط، يعني ما بيبقاش تيبيكال، ما بيبقاش الف ب اللي هو انا وجع في صدري هنا ومسمع في كتفي الشمال. لا، هو المريض ممكن ما يشتكيش من كده. تمام. طبعا في بوينت برضو صغيره لازم يعني حضرتك تبقي عارفاها، في ناس كتير قوي من المرضى بيبقوا عارفين الاعراض بتاعه الحاجات المهمه ايه، وبالتالي يجي له اي وجع في صدره تهيؤات فوق ما تتخيلي، ده كتفي وجعني، ده ظهري وجعني، ده مسمع. دي قصه برضو لسه هتكلم مع حضرتك فيها. تمام. ننزل بعد كده على مستوى البطن. تمام. طبعا انا بقول لحضرتك الحاجات اللي هي فيري كومن او الحاجات اللي هي بتحصل كتير قوي. مستوى البطن يا جماعه مش اي مغص ايكوال حقنه بسترالجين او بلس بسترالجين وهنخف، لا خالص. او نخف مسكنات، يعني ما هو الفيسترالجين الباسكوبان والحاجات دي كلها تعتبر مسكنات. البطن دي تقريبا من اهم برضو الاماكن الموجوده في جسم حضرتك، بيت الداء والدواء بالظبط. الفكره بكل بساطه الاكل اللي بينزل، ممكن حالات تسمم، حالات زايده، الزايده تلتهب وتنفجر والمريض يموت اون سبوت، يموت في لحظتها واحنا مش عارفين ده ايه لمجرد ان هو خد قرص مسكن. في حاجه لازم نركز معاها طبعا، الفرق ما بين ان المريض عارف يلوكالايز او عارف يحدد مكان الوجع بصباع واحد ولا لا، دي رقم واحد. رقم اتنين مكان الوجع نفسه، طبعا مكان الوجع تحت على اليمين في البطن دي حاجه لازم لازم ننزل على مستشفى على طول، لان طبعا دي بتبقى غالبا ممكن تكون زايده. وجع في البطن ناحيه اليمين برضو، بس هتلاقي المريض بيقول لك انا مسمع في كتفي اليمين شويه ومسمع في العظمه اللي في ظهري. ده طبعا لازم نستبعد وجود مراره او حصاوي في المراره. ودي حاجه مهمه جدا برضو ما نستهونش بيها، لان الحصوه لو صغيره ودخلت في القناه المراريه بتعمل مشكله كبيره جدا. بل بالعكس الحصوه لو كبيره بنسيبها. ما بتبقاش فيها قلق. تمام. الوجع اللي هو العام او اللي بقى يقول لي انا بطني كلها وجعاني، طبعا بنبص على الاعراض الثانيه، هل في قيء، هل في اسهال، هل في الكلام ده كله، ممكن لان يكون الوارد طبعا داخلي. بيحصل نزله معويه او بيحصل نوع من انواع التسمم الغذائي. التسمم الغذائي حاجه مش سهله. التسمم الغذائي ليفلز، يعني خلينا نقول ان هو مش معنى كلمه تسمم يعني المريض هيموت، ومش معنى كلمه تسمم ان هي حاجه ايه بسيطه. الفكره بكل بساطه احنا المريض لما بيحصل قيء كتير او بيحصل اسهال كتير بيلوز لوت اوف فلويدز، يعني كل الميه في جسمه تقريبا او معظمها بيقعد يتخلص منها، وبالتالي طبعا بنخاف من اكتر حاجه خطر وهي الديهايدريشن، الجفاف. المخ عندنا بيحتاج نسبه معينه من الدم ونسبه معينه من النيوتريتيف سبلمنتس او الاكل، يعني زي ما بنقول بالنسبه له او التغذيه ليه لازم توصل. القلب نفس الكلام، عضلاتك نفس الكلام، اعصابك نفس، كل نقطه في جسمك محتاجه تغذيه معينه. لما بيحصل طبعا حته الجفاف مفيش اي حاجه بيوصل لها التغذيه المفيده اللي هي بتبقى محتاجاها، وبالتالي طبعا ده بيأثر على الوظائف بتاعه كل الاورجنز دي. تمام. لما يحصل ان المخ ما يوصلوش كفايه دي مصيبه. لما يحصل القلب ما يوصلوش كفايه دي مصيبه. بتبان على المريض في صوره ايه؟ هزلان، مش قادر يقف، ممكن يعرق، ممكن تلاقي جسمه ابتدى يبقى ممكن التمبرتشر بتاعته يعني او ابتدى يسقع شويه، ممكن تلاقي الجلد بتاعه ابتدى يبقى ناشف. لو عملتي لو عملتي حتى لو كده ما يرجعش تاني، هيفضل ثابت مكانه، ما يرجعش. تمام. الحالات دي كلها طبعا ما فيهاش هزار، الحالات دي لازم نجري بيها على مستشفى، لان لازم نعوض كميه السوائل اللي هو فقدها دي، لازم تتعوض على طول. هو انا يعني للاسف احنا وقتنا خلص، لكن انا بستسمع حضرتك لو تقدر تنورنا الاسبوع الجاي نكمل الكلام، لان الكلام ده مهم قوي. يعني اللي انت بتقوله ده زي ما بقول كده ينقذ حياه ناس كتير قوي. قوي طبعا. فانا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا جدا يا دكتور. وخلاص انت وعدتني الاسبوع الجاي هتبقى معانا، فخلاص انا كده يعني قلت على الهوا، فالناس هتستناك ان شاء الله. واتمنى طبعا ما فيش اي حد يمر بحاجه زي كده، لان فعلا الدقائق والثواني بتفرق لو عرفنا ننقذ البني ادم. بشكركم على وجودكم معايا النهارده، استنونا بعد الفاصل على طول. شيرين هتكون معاكم وهتتكلم عن اتيكيت السوشيال ميديا، فتابعوها.